للقرآن رائدنا وما إلا الأمان البي ظلوناه أتذكر كم تزاحمنا نرتله فعلمنا إخاء ما نسيناه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أحمده سبحانه وتعالى على نعمة القرآن وأسأله عز وجل الهداية كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على إمام الدعاة والهداة سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج حق التلاوة لنعيش مع القرآن الكريم في هذه الساعة تلاوة وتدبرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به. أيها الإخوة والأخوات، هذا البرنامج نحاول دائما من خلاله أن نقف على أحكام التجويد من خلال عرض القراءة ومن خلال الاستماع إلى مشاركاتكم ومن خلال مدارسة بعض الآيات الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى. والقراءة أو التعلم تعلم القرآن الكريم من جهة التلاوة يقوم على ركنين: ركن الاستماع والإنصات، ثم ركن العرض والقراءة، أي أن من أراد أن يقرأ القرآن الكريم فلا بد أن يستمع وأن ينصت إلى تلاوته ممن يجيد قراءته، ثم يحاول أن يقيم لسانه على الأحكام أو على الطريقة الصحيحة في القراءة والتلاوة، وذلك بعرض قراءته على من هو مجيد. فلذلك يقولون القراءة تقوم على ركنين: على ركن الاستماع والإنصات من الشيخ، ثم على ركن العرض عرض القراءة والتلاوة. هذا ما نحاول أن نقوم به إن شاء الله تعالى من خلال حلقات هذا البرنامج إن شاء الله. نقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة من أول سورة الزخرف، وهي السورة التي تلي سورة الشورى، وتجدونها في الصفحة 89 بعد 400 من المصحف الشريف، في صفحة 489. هذه السورة نقرأها إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نستقبل اتصالاتكم بعرض القراءة على رقمي البرنامج 0127-97-62 أو الرقم الثاني 0127-97-72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إلا إنا وجدنا
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. أيها الإخوة والأخوات، فاتحة هذه السورة وهي سورة الزخرف كفاتحة السور التي مضت من هذه المجموعة التي هي مجموعة حاميم أو الحواميم، وهي التي تبدأ بحاميم، وكلها كما ذكرنا كلها سور مكية. والسور المكية هي السور التي نزلت في الفترة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مبعثه إلى هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود هو الفترة الزمنية، سواء كان نزولها في مكة أو خارج مكة، أما السور المدنية فهي التي كانت بعد الهجرة النبوية إلى المدينة، أيضا سواء كان نزولها في المدينة أو كان نزولها خارج المدينة فتسمى بالسور المدنية. يغلب على السور المكية الحديث فيها عن قضايا أساسية. أول هذه القضايا قضايا العقيدة، يعني السور المكية تتحدث دائما عن الاعتقاد الصحيح، عن توحيد الله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة، وعن الشرك. وتتناول السورة دائما شبهات المشركين من ادعاء البنوة والولد لله تعالى، وادعاء الشريك والند والشفيع. فتفند السور المكية هذه الشبهات التي تعلق في أذهان كثير من الجاهلين، وتبين صفاء التوحيد وأهميته والأدلة عليه، وتبين أيضا كذلك ما لهؤلاء ما لأهل التوحيد من الأجر والثواب والجنة والكرامة، وما لأهل الشرك من العذاب والمهانة والنكال والأخذ والبطش. هذه السورة الكريمة سورة الزخرف سميت بهذا الاسم في إشارة إلى ما يتعلق بمتاع الدنيا وما فيها وزخارفها. هذه الزخارف أو هذا الزخرف الذي يبهر الأبصار ويخطف القلوب ويجعل الإنسان بعيدا عن الدار الباقية الدار الباقية الحياة الحقيقية وهي الدار الآخرة. وجاء هذا في معرض ما للكفار من الدنيا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كل هذه الزخارف كل هذا الزخرف يعني كما قال عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مجرد زينة، لا يلبث الإنسان أن يتخلى عن الزينة. يلبس الإنسان يتزين الإنسان بملبس حسن، أو تتزين المرأة بحليها، ولكن هل يمكن الإنسان أن يبقى في زينته؟ كلا، لا يلبث الإنسان أن يغير هذه الزينة وأن يخلع هذه الزينة. فكذلك الدنيا وما فيها مجرد زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذه السورة تحذرنا من الدنيا ومن زخارفها وما فيها، كما سنرى ذلك إن شاء الله تعالى من خلال
الآيات في أول هذه السورة وأوسطها وآخرها. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ بأول المتصلين في هذه الحلقة، فمرحبا بهم. مرحبا. مرحبا. نعم، كان الصوت لا يصلنا. إذن السورة سورة الزخرف بدأت بحاميم، وحاميم هذان الحرفان ضمن الحروف المقطعة التي هي فواتح السور. بعض المفسرين ذهب إلى أنها فواتح للسور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر كل جمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. فتسمى السورة بالفاتحة، بفاتحتها أحيانا. وهذا يعني مشهور في بعض السور، بعض السور لا تعرف إلا بفاتحتها، مثل سورة قاف فاسمها سورة قاف، أو سورة صاد اسمها سورة صاد، وهكذا. فبعض السور تعرف بهذه الفواتح، فمنهم من قال هي فواتح للسور، ومنهم من قال الله أعلم بمرادها. ونقل ذلك القرطبي عن جماعة من الصحابة كأبي بكر وعلي وغيرهم غيرهما من السلف، أنهم كانوا يقولون الله أعلم بمرادها. ومنهم كما ذكرنا من ربط بينها وبين القرآن الكريم لكثرة ما يأتي ذكر القرآن بعد هذه الأحرف، كما في هذه السورة حاميم تنزيل والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فذكر القرآن هنا مباشرة بعد هذه الأحرف، وهذا كثير. قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فذكر القرآن مضطرد، يعني يذكر القرآن بعد هذه السور كثيرا. نعم، هنالك بعض السور يعني لا نجد هذا، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يوجد يعني بعض، توجد بعض السور ليس هذا مضطردا يعني في كل السور، لكن هذا هو الأعم والأغلب. هذا حدا بكثير من المفسرين إلى أن يربطوا بين هذه الأحرف وبين القرآن الكريم، فقالوا هذا نوع من التحدي، هذا تحد يعني وبيان إعجاز هذا القرآن، أن القرآن كلام الله مؤلف أو مجموع من هذه الأحرف التي تتناولونها في أحاديثكم وكلامكم، ولكنكم مع ذلك تعجزون عن أن تأتوا بمثل هذا الكلام. فإذا هو إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم، كما قال تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نذكر بالطريقة الصحيحة لقراءة هذين الحرفين. حاء مده يكون بمقدار حركتين، لماذا؟ لأنه من حروف حي طهر، وهذه الأحرف لأنها مؤلفة من حرفين، الثاني حرف مد، ولكن ليس بعده ما يؤدي إلى الزيادة في المد، ليس بعده سكون أو همز، وبالتالي فإننا نمده فقط بمقدار حركتين، نمده بالقدر الذي نلفظه، يعني هو سمي أصليا أو طبيعيا لأنه يمد على طبيعته، لأننا لو أخللنا أو لو أنقصنا من مدة مده لأدى ذلك إلى عدم النطق به، فلا بد من مده ليحصل النطق به. حا حا، فلو قصرنا مثلا، لو لم نمد أصبح حا، كأنها حا مفتوحة ليست حا بعدها ألف، فهي وإن كانت تكتب حا حرفا واحدا إلا أنها في اللفظ حرفان، الحاء والألف، فنقول حا بمقدار حركتين. أما ميم فإنها تمد بمقدار ست حركات، وذلك لأنها في اللفظ أو في النطق تتألف من ثلاثة أحرف، الميم والياء الساكنة ثم الميم الساكنة، فثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، فإذا نطقنا بها فيجب مدها، وذلك لوجود السكون. فالسكون، هذا السكون الذي في الميم أدى إلى
يعني إلى ضرورة المد، إلى ضرورة أن نمد، وذلك لأن هذا المد يعين على يعني، لأنه لو قلنا ميم كأننا ما نطقنا يعني ما نطقنا بهذا الحرف يعني بالقدر الكافي الذي يظهره، فوجوده بين قبل حرف ساكن هذا يدعو إلى مده، إلى أن يمد، واتفقوا على أن مده يكون مدا طويلا، وأن المد يعني في حروف المد قد يكون مدا قصيرا بمقدار حركتين، وقد يكون مدا متوسطا فويق القصر أو في أربع حركات أو خمس، والطول أو المد الطويل أو أو الإشباع يسمى بالإشباع أيضا في المد، هذا الإشباع أو الطول حده ست حركات، لا نزيد على ست حركات، مقداره ست حركات. ولهاجل هذا أيها الإخوة دائما نقول أنه القراءة سنة متبعة، يعني من أين لنا أنه هذه الأحرف أو مدها بمقدار حركتين؟ الذي ورد في النصوص العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد، فإذا قرأ الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الراوي فيمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. طيب كم عدد المد؟ يعني كم هو المد؟ هل هو الرحمن الرحيم هكذا مثلا؟ لا، الذي يضبط حركة المد هو السنة المتبعة في القراءة. فالسنة المتبعة في القراءة دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أن الصحابة كانوا يمدون ما ليس بعده مد همز ولا سكون، يمدونه مدا طبيعيا بمقدار حركتين، وما كان بعده همز فإنه يمدونه في كلمة واحدة بمقدار أربع إلى خمس حركات مد التوسط، وما كان بعده سكون فإنه يمد مدا طويلا مشبعا بمقدار ست حركات. فإذا الذي ضبط لنا طريقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هو التواتر الذي حكي أو الذي حكاه الكافة عن الكافة، والأجيال عن الأجيال، أجيال القراء عن أجيال القراء، يعني قراء الصحابة علموا قراء التابعين، وقراء التابعين علموا أتباع التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا هذا القرآن الكريم. فلذلك يعني هو وصل بأعلى ما يكون به الإسناد وهو التواتر، فإنه يستحيل في أي طبقة من طبقات السند مع الكثرة الكاثرة أن يقع نوع كذب. فلذلك قالوا القرآن القراءة سنة متبعة. إذا النطق الصحيح للميم بمقدار ست حركات حاميم. طيب لو وصلنا يعني وصلنا حاميم بما بعده حاميم والكتاب، نستمر في إسكانه، يعني نستمر في إسكان الميم لا نحركه بنوع تحريك، فلا يقع التحريك إلا في حالة واحدة، أن يكون الباء الذي نبدأ به من بعده أصلا متحركا، يعني يكون أصلا ساكنا، فهنا إذا التقى ساكنان لا بد من التحريك، وهذا وقع في سورة واحدة وهي سورة آل عمران، سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فبعد الميم الساكنة جاء لفظ الجلالة الله، ومعلوم أن هذا الهمز في أول لفظ الجلالة من الهمز الساكن، يعني هو همز ساكن، فالتقى ساكنان، فما ماذا نفعل؟ لا بد من تحريك الأول، فالتحريك للميم جرى على الفتح، طبعا الأصل في التحريك أن يكون بالميم، ولكن مراعاة لإبقاء لفظ الجلالة على التفخيم قرأ القراء ألف لام ميم الله بفتح الميم. في هذه الحال لا نمد، لأن سبب المد ذهب، سبب المد كان السكون، فلما تحركت الميم بالفتح أصبحنا لا ننطقه لا نمده، نقول إنما نقرأ هكذا ألف لام ميم الله، هكذا نفتح الميم ونفخم لفظ الجلالة. والكتاب المبين، هذا قسم بالقرآن العظيم، كتاب الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقسم بما شاء،
وأعظم ما أقسم الله تعالى به هو نفسه سبحانه وتعالى، قل إي وربي، أو قسمه بكتابه سبحانه وتعالى، وكتابه كلامه جل جلاله، وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ليس من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل ناقة الله، ناقة الله، لا، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل عزة الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإضافة الصفة إلى الموصوف كما يعني في سياقات أو في مواضع كثيرة. فإذا هذا قسم الله تعالى يقسم بالقرآن الكريم والكتاب المبين، وهو مبين واضح، ليس فيه غموض، ليس فيه يعني ما يشكل، ولله الحمد والمنة، بل هو محكم كما في آيات كثيرة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وما فيه من متشابه فإنه نسبي، بمعنى أنه قد يكون متشابها عند أناس دون آخرين، وقد يطلع على هذا المتشابه بعض أهل العلم فيعرفونه، آخرون لا يعرفون. لهذا قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فإذا وصلنا اعتبرنا أهل العلم على اطلاع ببعض هذه المتشابهات التي خفيت على كثير من الناس، وإذا وقفنا، وهذا الأرجح وقوفا لازما على الله، فيعني ذلك أن أهل العلم يردون ويكلون علم هذه المتشابهات إلى الله تعالى ويؤمنون بالكل، يؤمنون بالمحكم، فمع إيمانهم بالمحكم يطبقون، يقومون به بموجبه ومقتضاه من العلم والعمل. وأما المتشابه فإنه يؤمنون به، يؤمنون أنه حق، ولكنهم لعدم علمهم أو لقصور علمهم يكيلون أو يفوضون علم هذه المتشابهات إلى الله تبارك وتعالى وحده جل جلاله، مع إقرارهم أنها تشتمل على المعنى، لكنهم لا، إما أنهم لا يجزمون بالمعنى، وإنما يعني يجتهدون اجتهادا كما في معنى معاني هذه الأحرف المقطعة، أو أنهم أنهم يترجح لديهم ولكن لا يستطيعون القطع ولا الجزم بهذه الاجتهادات في تأويل هذه الآيات. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعل بمعنى صير. الجعل يأتي بمعنى الخلق، الذي جعل لكم الأرض مهادا، جعل بمعنى هنا يعني صير أو بمعنى خلق. فالجعل قد يأتي بمعنى خلق، وقد يأتي بمعنى صير، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لأن لا يمكن هنا جعل بمعنى خلق، وهذا رد على المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، وهي فتنة عصفت بالمسلمين في بعض الأزمنة، لكن الأمة تجاوزت هذه الفتنة التي كانت من قبل المتكلمين والفلاسفة، ونصر الله تعالى معتقد الحق على يد ثلة من العلماء الأماجد، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذي ابتلي وسجن وهو ثابت على هذا المعتقد الحق حتى نصر الله تعالى به الأمة. فإنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يعني معناه أن القرآن الكريم نزل باللسان العربي المبين الواضح، وسنوضح أكثر هذا المعنى إن شاء الله، ولكن نبدأ بأول المتصلين. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. فاطمة العبير مصطفى. مرحبا الأخوة فاطمة، اقرأ إن شاء الله من بداية سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. حسبك بارك الله فيك. نعود أيها الأحبة الكرام إلى قوله تعالى والذي جعل لكم في قوله تبارك وتعالى والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تفهمون لعلكم تدركون. فالله تعالى جعل القرآن بهذا اللسان واختار هذا اللسان لأنه جعل الله تعالى هذا اللسان وسيلة لعقل القرآن ومعرفته وفهمه وإدراكه. معنا أيضا متصل، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأي بداية الصفحة. والذي نزل من السماء ماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأرض كلها وجعل من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وإنا له مؤمنين. وإنا إلى ربنا منقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. حسبك بارك الله فيك. نعم أيضا معنا متصل، نعم مرحبا. نعم نسمعك، مرحبا. من الآيكم رجعنا. تواصل القراءة. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا. لا الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا والله جعله. لا لا صل 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 لا بد هنا من الوصل. بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، لأن هذا جواب الشرط. نعم. بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. حسبك. أحسنت بارك الله فيك. قال تبارك وتعالى أيضا في فضل هذا القرآن ومكانته وما له عنده سبحانه وتعالى من الكرامة والمكانة: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني هذا القرآن ليس معظما فقط في الأرض، بل إن تعظيمه في السماء وأشد. وإنه في أم الكتاب، أي في اللوح المحفوظ، فالقرآن أعظم ما في اللوح المحفوظ هو القرآن. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهو عند الله سبحانه وتعالى علي، ذو مكانة. أيها الإخوة، أيضا معنا متصل. نعم، مرحبا. عليكم السلام. السلام ورحمة الله، مرحبا، تفضل. مرحبا من العيد. أقرأ من بداية السورة حاميم والكتاب. نعم، إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. لا، زيد في المد، في مد الميم، حتى لو وصلت. حاميم والكتاب المبين. نعم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
سبلا لعلكم، سبلا لعلكم، سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بغضب فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. حسبك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، حسبك، جزاك الله خيرا. أيضا معنا متصل، نعم. السلام عليكم. مرحبا. أيوة نسمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حجة فاطمة، لو قرأتي يعني لو وصلت يكون كويس. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه. نعم. أحسنت حجة فاطمة، يعني الحجة فاطمة جزاها الله خير من المواظبات والمواصلات يعني في القراءة في هذا البرنامج، ويعني وتأملوا كيف يعني أصبحت قراءتها قراءة جيدة يعني بكثرة يعني حرصها على التعلم من خلال هذا البرنامج، ويعني نشكر لها يعني حرصها هذا الشديد على يعني المواصلة في عرض القراءة في هذا البرنامج. أيضا معنا متصل، نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير
في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. حسبك بارك الله فيك حسبك. أيها الأخوة والأخوات أيضا معنا متصل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأي من بداية السورة. من بداية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدنا لعليم الحكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من بني. يا أخت الأخت الفاضلة لو سمحتي لا تستمعي لا تنشغلي بالتلفزيون. ابتعدي عن التلفزيون يعني أقفلي التلفزيون أو ابتعدي عن التلفزيون. نعم. أيوة. أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من بني الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. حسبك بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات نعود إلى الآيات. فقول الله تبارك وتعالى وإنه في أم الكتاب لدينا علي حكيم في بيان عظمة هذا القرآن وأن له مكانة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا كان القرآن له مكانة فهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون له عند أهل الأرض مكانة. إذا كان كذلك هو في أهل السماء وعند الله تبارك وتعالى القرآن ذو شرف وذو مكانة وكرامة فينبغي أن يكون كذلك في صدور عباده، أن يكون القرآن كذلك يعني جليلا عظيما كبيرا مفخما معظما. وعلى قدر تفخيم هذا القرآن وتعظيمه والاهتمام به والعناية يكون شرف العبد وشرف الأمة وشرف الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما أخذوا به حفظوه وطبقوه وحكموه ورجعوا إلى أحكامه وعظموا حرماته، فهؤلاء هم الذين يرفعهم الله سبحانه وتعالى لأنهم أخذوا بالقرآن ويضع به آخرين. أقوام آخرون
كانوا أعزة، كانوا في العزة والكرامة والمنعة والقوة، ولكن الله تعالى يقلب قوتهم إلى ضعف، وكرامتهم ومكانتهم إلى مهانة وذلة، وتتغير أحوالهم بسبب ماذا؟ إعراضهم عن القرآن، بسبب أنهم يعني ما التفتوا إلى القرآن الكريم ولا أخذوا به. لذلك قال عز وجل: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا القرآن إذا كان معظما عند الله تعالى، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فينبغي أن يكون معظما لدينا كذلك أيضا في الوقوف عند حدوده وتعظيم حرماته والدعوة إليه وتحكيمه ونشره. اليوم يعني للأسف أن كثيرا من الناس يعني يقتصر في تعامله مع هذا القرآن عند حدود القراءة، عند حدود التلاوة أو القراءة، أو في الحرص أحيانا على المسابقات وعلى تلاوة القرآن الكريم والمساهمة في دور التحفيظ، وهذا حسن، لا شك أن هذا من العناية بالقرآن وهو مطلوب، لأنه البداية للتعامل مع القرآن ونشره، ولكن هذا وحده لا يكفي، لا بد من أن نسينا يعني أن 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 يكون مع هذه العناية في التلاوة وفي التحفيظ عناية بعلوم القرآن، عناية بأحكام القرآن، عناية بالشريعة التي دل عليها القرآن الكريم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. كيف نتعرف على الشريعة؟ من أين الشريعة؟ هل الشريعة تنزل علينا من السماء؟ هل نرى الشريعة في المنام؟ الشريعة في القرآن. فإذا يعني من تعظيم هذا القرآن والعناية به تحكيمه والوقوف عند حدوده. في ضمن هذه الآيات التي قرأناها نجد يعني أدبا مهما في التعامل مع النعم الكثيرة التي أنعم الله تعالى بها علينا، ومن هذه النعم ما أشار القرآن إليه، قوله عز وجل: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. جعل الله لنا مراكب، هذه المراكب تنقلنا من بلاء مكان إلى مكان، من حي إلى حي، ومن مدينة إلى مدينة، ومن بلد إلى بلد، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كم تحمل هذه المراكب من أمتعتنا ومن الأشياء التي تنقل من بلد إلى آخر. طيب، ألا تستحق هذه النعمة الشكر؟ أما تستوجب هذه النعمة العرفان والشكر لله الواحد الديان؟ الله سبحانه وتعالى علمنا الأدب في شكره ونحن نركب هذه المراكب، ونحن نركب السيارة والطيارة والباخرة وغير ذلك من أيا كان هذا الشيء الذي نركبه، حيوانا كان أو آلة، نقول سبحان الذي سخر لنا هذا لتستووا على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني هذا تأديب لنا في أن نعيش مع المنعم ونحن في النعم. يعني المشكلة عند الكفار والفجار والبعيدين عن الإيمان أنهم في غمرة انشغالهم بالنعم ينسون المنعم، يعني يتمتعون بهذه النعم وينشغلون بها في المشارب والمآكل والمراكب وغير ذلك. طيب، أين المنعم؟ أين ذكر المنعم؟ أين ذكر المنعم؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لنا: لا، أنتم ينبغي أن تختلفوا عن غيركم، أنتم لستم كالكفار، لستم كهؤلاء الذين لا يعترفون بي ولا بإلهيتي ولا بعبادتي، لا، أنتم إذا كنتم في النعمة تذكرتم المنعم لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني كثير منا يحفظ هذا الذكر، يعني اللي هو ذكر الركوب إذا ركب الدابة، لكن هل تأملنا وتفكرنا في معاني هذا الذكر؟ ها؟ وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، تنزيه الله، يعني ننزه الله عن كل نقص، عن كل ما يقوله الآخرون في حقه عز وجل، أو في الإشراك به وفي ادعاء الولد له سبحانه وتعالى. سخر لنا هذا، هو الذي سخر لنا هذا، كما سخر الدواب القديمة سخر الدواب الحديثة. هذه الدواب الحديثة أوصلنا الله تعالى إلى علمها أو إلى معرفتها أو إلى اقتراعها. فإذا
وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون راجعون. في النهاية يعني هذه الأشياء نتمتع بها في الدنيا، نقضي بها حوائجنا، ولكن عما قريب سينتهي كل هذا، سينتهي الراكب والمركوب، ستنتهي الدابة ومن يمتطيها، كل هذا سيزول، وترجعون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى الذي إليه المنقلب وإليه المآب. أيها الإخوة والأخوات، نقرأ ما تيسر إن شاء الله تعالى من آيات بعد ذلك، وهي قصة إبراهيم عليه السلام، والآية من قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وهي الآية 26، الآية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون